ايضا يعني كثره رش الماء في هذه المنطقه ممكن تسبب بعض الانزلاقات في بعض الاحيان. شايف هذه الان احد المرات واحد الكرات، خاصه ملعب نادي دبي المنطقه الاكثر تعرضا لرش الماء في يعني اللي صار في الشوط الثاني. جاسم يعقوب، جاسم يرسل كره باتجاه مسعود سليمان، عرضيه لفاندرلي، فاندرلي الله، من الايقاف الى تسجيل الاهداف، من الايقاف الى تسجيل الاهداف، فاندرلي صاحب القضيه، هو اللي يحل القضيه، هو اللي يحل القضيه ويسجل هدف النصر اخيرا بعد طول غياب. هذا اللي طول الغيبات لكن جاب الغنايم، جاب الغنايم، فاندرلي يحتفل على طريقة الخاصة، انه يحومك الفراشة ويلسع كالنحلة. فاندرلي 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 اللقطة الماضية لعبها وسددها بالقدم اليسرى في شباك نادي دبي، يسجل بالتالي هدف العميد، هدف العميد الأول في المباراة. وبالتالي شوف عرضية مسعود ثم رأسية فاندرلي، المتابعة تأتي أيضا بالقدم اليسرى ويسجل بالتالي النصر الهدف الأول الآن في هذه اللحظات. 1-0.